جامعة مصر المعلوماتية دي جامعة تخصصية جمع في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات اللي متأثرة بيها بشدة. دي جامعة الدولة اللي أنشأتها، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وبالتالي هي جامعة أهلية لا تهدف للربح وجامعة تخصصية. يعني إيه تخصصية؟ يعني عندنا تخصصات معينة، عندنا كلية هندسة، عندنا كلية علوم حاسب ومعلومات، عندنا كلية تكنولوجيا الأعمال اللي هي إدارة أعمال ومع الخليط مع التكنولوجيا المعلومات، وعندنا كلية فنون رقمية وتصميم. اهتمت الدولة بإنشاء جامعة مصر المعلوماتية على أساس أنها جامعة تخصصية في التخصصات المستقبل. الحقيقة بنقول للحاضر المستقبل، هيك إحنا عايشين في عصر الثورة الصناعية الرابعة وعلى وشك الثورة الصناعية الخامسة، وكلها قائمة على تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيراتها في حياتنا في جميع المجالات، وكلنا حاسين تأثيراتها في جميع المجالات يعني. وبالتالي دي جامعة تخصصية مركزة على التخصصات اللي مطلوبة للمستقبل. الحاجة التانية، الدولة قررت إن هي تحطها في مدينة المعرفة. مدينة المعرفة دي أرض تخصصت لوزارة الاتصالات عشان يبقى فيها أولاً مؤسسات ومراكز تخصصية في هذا المجال، فيها مراكز بحثية تطبيقية معامل على أعلى مستوى في هذه المجالات. الطالب عندي بيستفيد إزاي؟ بيستفيد إن هو في تدريب مستمر، تدريب في المراكز التخصصية، تدريب في المعامل برضو اللي على أحدث مستوى بالإضافة للمعامل اللي عندنا في الجامعة. إنما بالإضافة لكل ده كمان هنا في حاضنة للشركات الناشئة. طيب الشركات الناشئة بتحتاج الطلبة بتوعنا على أساس إن بيبقى عندها مشاريع وبتبقى عايزة عمالة مستمرة تساعد في هذه المشاريع. ده بالنسبة للطالب مفيد جداً، إنه بيدخل في مشاريع حقيقية يتدرب فيها ويشتغل فيها بينما هو بيدرس فترة الدراسة، وبالنسبة للشركة ده مفيد جداً ليهم يعني. إنما كمان بالإضافة لده هيبقى فيه لسه هتتواجد اللي هي واحة التكنولوجيا أو تكنولوجي بارك. تكنولوجي بارك يعني الشركات اللي هي في هذا المجال والبنوك هتستضاف هنا، فهيبقى منطقة مدينة المعرفة دي منطقة يعني تخصصية عالية في هذه المجالات، وكل ده بيثري بيئة الدراسة بالنسبة للطالب. طب بنضمن العالمية منين؟ أو اللي هو التعليم الجيد والتدريب الجيد من حاجتين. الحاجة الأولى إن إحنا بصينا على البرامج الدراسية في كبرى الجامعات في العالم، وهي دي اللي عملنا لها اللي هي ألايمن أند توافق معاها، مع أخذ في الاعتبار الطالب بتاعي جاي لي من المدرسة وعنده إيه، يعني المدخل نفسه مواصفاته إيه. الجانب الثاني إن إحنا بنعمل فعلا شراكات واتفاقيات عالمية مع كبرى هذه الجامعات في التخصصات المختلفة، على أساس إن الطالب عندي بيتعلم بنفس أسلوب المناهج، بنفس أسلوب المعامل اللي هو بيتدرب فيها هناك، وفي نفس الوقت ممكن إن هو يكمل مثلاً سنة هناك ويقدر إن هو ياخد الشهادتين، فده برضو بنعمله. فهنا بضمن التعليم بالمستوى العالمي. الجزء الآخر هو التدريب، ودلوقتي ده بقى أساسي، لأن الخريج عايز مش بس بعد ما يتخرج، مش عايز بقى يتدرب لفترة طويلة إلى أن يشتغل، هو عايز يتاخد على طول في السوق، وده بيتعمل من خلال شراكات مع الشركات بقى في التخصص، شركات القطاع. بالتالي عملنا مثلا اتفاقية مع مايكروسوفت، عملنا اتفاقية مع تيرا ديتا، وشغالين في اتفاقيات مختلفة، والهدف من الاتفاقيات دي ان احنا بنتوافق برضو في الجزء العملي معاهم، مش بس تدريب عندهم، وتدريب ممكن يبقى مستمر، إنما كمان التكنولوجيات الحديثة اللي هم عايزين الناس تبقى عارفاها لما تيجي تتخرج الخريج، لأ أنا بدربوا عليها هنا هو وفي المعمل خلال فترة الدراسة. الحقيقة المعارض مهمة جداً، لأن للطالب لما بيجي عايز يتعرف على جميع الجامعات طبعاً بيدور في السوشيال ميديا، بيسأل أصدقائه اللي أكبر منه، المدارس نفسها بيبقى عندها حد برضو بيقدر إن هو يفيد أو يرشد في هذا، المدارس بتعمل برضو معارض جوه المدرسة. إنما المعارض الكبيرة زي إديوكيت دي بيبقى تجمع لكل الجامعات، والطلبة بيجوا بالأفواج على أساس إن هم يبتدوا يزوروا الأجنحة بتاعة الجامعات المختلفة ويعرفوا عنها أكتر، يعرفوا عن التخصصات المتوفرة إلى آخره. يعني إحنا أول معرض اشتركنا فيه أول ما كنا هنبدأ الجامعة، يعني قبل ما تفتتح الحقيقة، كان معرض إديوكيت، وكان الحقيقة
الحقيقة الوفود اللي بتيجي من أفواج من الطلاب من جميع المدارس كانت كبيرة جدا، فده لفت نظرنا وأكيد استفدنا كتير. واستمرينا من وقتها إن إحنا نشترك في معرض إيديو جيت، سواء اللي بيتعمل في الشتاء اللي هو في مارس أو اللي بيتعمل في الصيف أعتقد في أغسطس، وفعلا أكيد فرق. يعني نقدر نسأل الطلاب عندنا لو عملنا بس كده كويشنير صغير، وهنقدر نعرف عدد منهم إزاي يعرفونا عن طريق إيديو جيت، بالإضافة للسوشيال ميديا وللإعلانات الأخرى وللطرق الأخرى للوصول طبعا للطلاب. يعني